التليفونات اللي نستخدمها اكو بيها في الثرموستات، من توصل درجه حراره البطاريه درجه معينه الجهاز راح يطفى او راح يهنق او راح يصير به شيء، تمام؟ هاي الخاصيه بالاجهزه البروجر كانت ما موجوده، وارجع واقول لك انه ذني الاجهزه البروجر اللي استخدمت بلبنان معدله اما قبل الطب لبنان او يا اما انه من طبت لبنان اكثر اطراف. انا اوافقك معني انهم غايب هذا الشيء معدله بمجال المعلومات وانظمه المعلومات، ام انه معدله بطريقه انه تفخيخ هذه الاجهزه قبل ان تدخل؟ لا استاذ، اي شيء، عفوا، اي ملاحظه كلش مهمه، اي شيء بالمعلومات بخصوص البروجر ما يتحمل، البروجر جهاز بدائي ما بي اي سوفت وير، ما يتحمل اي شيء. كان بالبدايه عباره عن ترددات ترددات يعني انت تروح ويا رايك ويا رايك انه هذه الاجهزه مفخخه، هذا رايك؟ فما يتحمل اي سوفت وير، يعني كانما انه هو جهاز نوكيا البدائي. فانت تروح ويا خيار انه هذه الاجهزه مفخخه. الجهاز النوكيا اللي كنا نستخدمه البدائي مو مستحيل تنصب عليه برنامج الواتساب لانه ما بي سوفت وير، البروجر كذلك ما بي سوفت وير. الجهاز 90% من التوقعات انه هو جهاز معدل، وصارت طريقة الانفجار مالته عن طريق ارتفاع درجات حرارة البطارية. اكو فد شيء انه بالثرموستات مالته ملغية، اكو فد تعديلات على البطارية بالصنع مالته اللي صار. المهم اكو شيء يدوي، يعني اكو شيء تغيير بي يدوي، اي علاقة بالسايبر سيكيورتي ما له.